حتنفكر من نتعامل مع قاعدة بيانات، فنحتاج إلى Database Management System، نظام إدارة قاعدة البيانات. هذا الشيء راح نمثل لنا على شكل كلاس، كلاس جديدة نضع فيها كل العمليات المكنة من عمليات إنشاء قاعدة بيانات، إنشاء الجدول والعمليات الأخرى كالعمليات الإضافة والتعديل والحذف وغيرها من العمليات الأخرى. طيب حتى نختصر في الوقت، طبعا أعمل New Class، هذا الكلاس راح أسميه كالآتي DB Manager، ثم بعد ذلك داخله أضع الكود اللي أنا طبعا كاتب مكتوب يعني موجود عندي سابقا. أوكي، هذا الكود راح يمكننا من عملية إنشاء قاعدة بيانات، إنشاء الجدول وكل الأمور الأخرى الخاصة في قاعدة البيانات. طيب في البداية طبعا تحتاج إلى معلومات الخاصة في قاعدة البيانات. أول شيء اسم قاعدة البيانات تعمل بال عليه، اسم الجدول، عندك الأعمدة الخاصة في الجدول اللي هو الID، ثم بعد ذلك التايتل، ثم بعد ذلك الديسكريبشن، وأيضا عندك نسخة قاعدة البيانات. وهنا راح ننفذ كويري على قاعدة البيانات. هذه الكويري تمثل لك إنشاء جدول جديد إذ لم يكن موجودا، باعتبار أنه أنت لو فتحت التطبيق لأول مرة باعتبار أنه غير موجود فراح ينشأ لك، ولكن لو فتحته مرة أخرى راح يكون موجود، وبالتالي هو ما راح يذهب إلى إنشاء الجدول، وبالتالي راح يصبح عندك create table if not exists إذ لم يكن موجود، ومع ذلك اسم التيبل، وبعد ذلك الحقول مع عناوين مع أنواع نوع البيانات المخزنة. يعني مثلا عندك الـ ID هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن integer، وعلى أساس يكون عندك primary key بمقدار الزيادة واحد out increment، ثم title على أساس يكون عندك text description. هذا الشيء عملناه على أساس يكون عندك val سميناه create table، وهنا عندك create table if not exit، ثم ذلك مررنا كل هذه البراميترات. يعني هذا راح يكون عبارة عن string عملناه له contact مع اسم الجدول، ثم ذلك contact ويا مع أسماء الأعمدة ونوع البيانات الخاصة فيها. تمام، طبعا راح يكون عندك بهذا الصورة. بعد ذلك إيش عملنا؟ عملنا على المتغير نوع SQL DB على أساس يكون عندك SQL Lite Database اللي في البداية القيمة الخاصة فيه هي null، وبعد ذلك هذا طبعا راح يمثل لك راح يحتوي لك على constructor، يعني هذا الكلاس راح يحتوي لك على constructor. طيب حتى نستطيع إنشاء قاعدة البيانات فنحتاج إلى inner class من نوع database helper، أوكي SQL open helper. هذا راح يحتوي لك على two method، method خاصة في on create في عملية إنشاء، وmethod خاصة في عملية إيش في عملية تحديث قاعدة البيانات. طيب هنا راح نعمل متغير من نوع context قيمة فارغة في البداية، وراح نعمل الconstructor الخاص في هذا inner class اللي هو يستقبل لك الcontext، واس كونتكست هو الكلاس، الكلاس اللي انت راح تمرره له. هنا راح نعطي الكونتكست يعني الكلاس الحالي، الكلاس اللي راح تتم عمليه تمريره، ثم اسم قاعده البيانات اللي احنا عرفناها في الاعلى، ثم قيمه فارغه، ثم بعد ذلك الفيرجن الخاصه في قاعده البيانات، وذلك قلنا this dot context او عند context بمعنى من this لهذه الداتا. هنا في عمليه في هذه الفانكشن راح اشرحك لها، اقول لها هذه البي 0 هي راح تمثل لك دوت الكويري مالتي، راح تنفذ الكويري مالتي execute SQL، هذه الكويري اللي احنا انشأناها سابقا create table if not exit، وبعد ذلك عمل التوست عليه على اساس تقول هنا database is created، يعني تم انشاء قاعدة البيانات على اساس هذه المعلومات. في عملية التعديل عندما تسمع عملية تعديل الجدول ايش راح يقول لك بي 0 did execute drop table if exit، يعني اذا كان موجود اعمل له drop، هذا اسم التيبل اللي موجود عندي طبعا سابقا. اوكي هنا عندك بلوك كود، اوكي راح يكون عندك هذه كلها خاصة في عملية انشاء قاعدة البيانات.